check it. لودي شكرا عيوني. الكومنتات ما يبين؟ أمل هل صحيح الكومنت ما يبين؟ يقصد الصوت؟ ها القرار؟ أنا أوكي واضح لي الصوت إذا تقصد قرار لما نحن نغني قرار تقصد؟ يا أخي وينك أنت؟ كل شوي كنت تكتب كومنت 50 مرة كتبت وشو سكتت يا حبيبي؟ اليوم عمار طب ارجع اكتب جاوبني أخ آخر ثواني. أي عينك يا محمد، بيض الله وجهك الوافي ناهن أحمد، حب عظيم والله. شكرا 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 وافين. ها طبقات الصوت هسه هسه ايش قد عدنا حصانات يا عمار؟ ايش قد جمعنا يا اقول لك امل جولتين ايش هالحكي هذا؟ مستحيل عمار، بلكي اكسر الحصانه عمار. روحي جولتين، انا بصراحه اريد اوفي ديوني اليوم، اريد اوفي ديوني اليوم وياك، فرق بسيط يا ربع، عندي حصانه بدي اكسرها. قرار يعني ايه عمار؟ ثلاث حصانات عندنا والله، والله ثلاث حصانات، غير المرات اللي أقول لك أغنية 20 عام تقول ما أنت محضرها، أقول يلا المرة الجاية المرة الجاية المرة الجاية. ها يقول أنت اتخذت قرار عشان الأغاني يا حبيبي، الأغاني خمس حصانات هذا الأيام، بس احتراما تضامنا لإخوانا وحبايبنا في سوريا وتركيا والناس اللي راحت أي في والله الزلزال كفاية. والناس اللي انصابت، إيمان الناس اللي برا، فمو معقولة يعني احنا نغني وهذا، لازم نكون نحترمهم ونوقف غناء كم يوم يعني احتراما لهم بس فقط. كفاية. وإذا أنت قصدك على طبقات الصوت فأنا بشرح لك بعدين، قرار قرار يعني الطبقات الواطية يسموه قرار. وافين وافين الداعمين الله ليهينكم. طيب وش الجديد؟ طيب وش عيني معاك؟ والله جديد إيمان حاليا ماكو جديد. المشرفات عندي كاتبين خمسة مرتين أنا سامحت فيها عشان أغنية 20 عام، وعدني عندك خمس حصانات؟ لا لا لا، وعدني إنه يجهز زين هذا الجولة. شوفي لا 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 دقيقة، أنت اعطيتيني ثلاث حصانات صح؟ هذا الجولة إذا واحد بكسر الحصانات. لا تكسر واحدة، بكسر ثلاث حصانات، ثلاث حصانات بكسر. نشوف سكارك. طيب شوف سكارك يلا. على سكوتي كوتشر شكرا. انا احدد تنكسر حصانه ولا دي. وافين وافين محمد كبسوا الشيشة. الدبل لا يروح يا جماعه، الدبل الدبل الدبل. والله تيا اخذت انطتني اخذت ثلاث حصانات والله ذاك اليوم. اي ثلاث حصانات يا جماعه، باقي الجولات كانت كان طلبي 20 عام هو باقي مو محضرها، فما اقدر اقول حصانه لانه وعدني هو غير. احنا وعدني انت وعدني ده بيوم بيوم حي عينك يا محمد. ول 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 بيض الله وجهك، ما قصرت يا محمد، طياراتك يا محمد، محمد وقلوب يا جماعة، لا انت يا محمد. لودي شكرا شكرا لودي شكرا شكرا. عمار ايش انسب وقت لك بالتيك توك كبثوث بالليل صح؟ شوفي انا من صار لي 9 شهور، ايش قص صار لي من بدايه البرنامج لحد الان توقيتي من الليل، ما افتح بالنهار اللي هو صح مرات اتاخر يعني مثلا 12 وحده، مرات كنت افتح 11، مرات مره مرتين ثلاثه فتحت بالعشرة بس قليل، بس انه وقتك خلاص 12. بالليل ما تغير خلاص ب 12، بعد 12 يوم جديد يعني نبدا. ما جربت مثلا تبث العصر الصباح شيء؟ مو وقتك. لا والله مو وقتي، ما يناسبك، ما لحق يعني، احنا بس اول شيء خلينا نشبع نوم. اي والله صح. كايس شدو اخر دقيقه شدو. شدوا يا ربع شدوا حبيبي. أني دقيت غير الفندق. لا إن شاء الله يعني عبرنا موضوع، إن شاء الله ماكو هذا اللي أنت قلت عليه. الله لا يقدر، تدري لو صار هذا تسونامي مدري شنو
يخرب الدنيا، شو يصير؟ لا لا ان شاء الله ما ما يستر ان شاء الله ما يصير باذن الله، الله يحميهم اجمعين يا رب. ان شاء الله. انت وين حاليا عمار؟ اني في بلبنان في الجبيل. بس الحمد لله الاجواء عندكم تمام صح؟ اليوم زين، بس قبل يوم يومين كان في اعصار قوي. الله يحميكم يا رب. هو يسوي كذا وهادي وهدوء. جايز اذا فزنا على الصدام، على الصدام عمار يا حبايب القلب، يعني انتبهوا ما نخسر. بنزيد فوق الحصانات، ما عليكم يلا الجولة لنا. تخيلوا ها جايز، اخر ثواني اخر ثواني اخر ثواني اخر الثواني اخر الثواني ثواني يا جماعة تكفون. حي عينك يا محمد، وافي وافي. كم حصانة؟ الله حصانة يعزك. واحدة مع جديد قديم، خمسة. أحس مديون، أحس الدين واقفين من الباب دق دق دق. بس كم صاروا حصانات الحين يا عمار؟ إيش قد عيني؟ شنو الفاصلة؟ مر